السلام عليكم الحبايب، كيف نتوما؟ لاباس بخير؟ مزيانين، نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. بعد ما عجنا العجين ديالنا احنا دابا نقرصوه. خليكم معنا شوفوا الطريقة كيفاش نحميوه في الفرن ديالنا، وخليكم معنا. نتمنى عندنا الاعجاب ديالكم ودعمونا باللايك والاشتراك والتعليقات ديالكم ان شاء الله، لكاين شي حاجه فيدونا بها. تغديت شي مزيان ولد؟ هم غديين شي كاع النهار شادلنا البي هذا بالو لي مسخسخين الشراب هي الشرقي. تبارك الله الحرارة القيلة، الحرارة تبارك الله عندنا في المنطقة، يعني هذا الخير كبير الصراحة. كيوصل حتى لأربعين درجة عندنا هنايا، كيوصل البارح واليوم وصلت 40 درجة، ولكن البارح والنهار بزاف. تبارك الله، الله يلطف بينا وصافي. هو هذا خويا يصلي عجين. هو راه مزيو. عم تطقش عليها بزاف باش تجي شوية. قربتو تسالي. قريبة عليا، أنا خبزة. تبارك الله، الخير شحال الخير ديال الخبز. صافي هذيك الاميره الكحه، هذه هي الخبزه اللي يكون ستيتو، هذا يبقى في الاخر ديال العجين اللي يبقى في الاخر ديال العجين، كنسميوها نقول به الكحه، ديال الخبيزه صغيره نعطيوها للعيال نقولوا له الكحه. حنا كملنا التقريص ودابا نخليو العجين شويه يخمر على ما نمشيو نجمعوا العواد ونشعلوا العافيه في الفرن، وخليكم معنا تشوفوا الطريقه ديال الحمي كيفاش عندنا في الجبل ديالنا. جمعوا بين الحياة. الله يبارك لك، 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 اصلا خلعوا الدنيا لا ما تمنى لا ولا النار خلعت بالحي. اميره فين هي؟ هذا راه مع العزيزه. الطبيعة الحمد لله، شوف أنا ثلاثة رمانات حدا بعضياتهم، الدالية الدالية تاهي مشرطة عليهم، هادي التوتة، اللهم لك الحمد. هذا نمشيو للفرن نشوفوها مشيت. ما جبت ديك العبادة وصال؟ هاي هاي قادر ديالي ناس قهوة قادر. ها الفرنة مسكينة فيها مفتاح،
أقول هل من مزيد؟ براك عليها ولا باقي خسر الواد؟ تبارك الله. لا خصك شي يومين عند الحطابه صافي. الفرنه ديالنا هذه شنو هذيك في الدار وريب عند المشاهدين ديالنا تشوف. هذه قرميشه. شنو كبي؟ هذه هي الخبزة بقات لنا وخليناها قبست أميرة عزيزة عليها قرميش. العافية من وياش الشمال هاي دا الشمال هاي تبارك الله الحرارة كل شي شاحن قلب عفايدة شباط قلب عفايدة شباط الله يلطف دا تبارك الله الدكان هذا التراب بجدح ما عرفتي شنو خصه دابا شويه شو نضرب الغلمران بالله يهربوا اش بعه 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 ارجع 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 دخل ارجع 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 تبارك الله والصلاة على النبي الله ريحوا دابا نعاود سيدي ونجيب لكم ما داكلو واحد جويجة تبارك الله هي حظنا انا يلاه يلاه فقصة تبارك الله الشهر تبارك الله دخل الله يدخلوا علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية إن شاء الله جمعاء الصحة والسلامة والهنا والصبر والرزق إن شاء الله آمين يا رب العالمين والله من الحال تبارك الله لكن إذا حسين عاود في البرودة في القايلة تبارك الله مع الفرن هذا الزنك ما نقدرش إذا ما نقدرش إذا تقابل مع هذي مع مع الفرن العافية العافية والفرن والحرارة تبارك الله وتحت الزنك دابا مشاهدينا نهزو العجين كما تشوفوا نديوه على الفرن ان شاء الله باش نحميوه دابا نجمعو هاديك الجماريات نجمعو واحد في الفينيسيون تبارك الله في الحرارة دابا بعيد تقريبا متر زيادة وصل على الإتقان الخبز الاخرية يا هوس ما لا تا شلطة نسقس مقتل ها
هذا يا صلحت الموقف. عادي يا سامي، عادي نشاركوا اي حاجه مع المشاهدين ديالنا. شي دعياتنا الحمد لله كما هي بالبساطه ديالها. حيدا اميري الحمد لله. طيب اخر زحمار تبارك الله. نسالي طابس واقف هنا خليه الخربي مسكين في حاله. هي شو ورع علينا انت بعد الاغلاق؟ لا واش تبقى الفرن سخون هاكا اميره. ها العويه ديالك دابا مشاهدينا كما تشوفوا هذه الخبزه الاخريه محمره. ايوا نحطها. شوفوا تبارك الله هنا النهار 13 ديال الخبزات. الله يجعل بركة الله يخلف. ما نساوش تدعمونا كما قلنا لكم باللايك والمشاركه وشكرا جزيلا.